نجي للمبنى الكبير اللي موجود في البحيرة، هذا المبنى الرئيسي، في أشياء ودنا نشوفها معاكم. السلام عليكم متابعينا الكرام، إن شاء الله تكونون بخير وصحة وعافية. نعود مرة ثانية لجولة جديدة وفيديو جديد من لعبة هايدي، وراح اليوم يكون عندنا جولة في المزرعة، راح نمر على طلبات السيارة، طلبات القارب، راح نمر البحيرة بنشوف فيها شيء جديد أو نشوف شيء من زمان ما شفناه داخل البحيرة، وراح نمر على حبايبنا اللي موجودين في البلدة، والبلدة عندنا في المحمية يبدو أن في هناك قطع لغز راح نفتحها. كذلك راح نشوف الحدث، وهذا هو المهم وراح نبتدي فيه الآن معاكم. أتمنى إن شاء الله من عندكم دعم لهذا الفيديو، لايك واشتراك الغير مشتركين، وإذا ودكم تتركوا لنا تعليق نذكركم فيه فأكون شاكر لكم جميعا. الآن خلونا نبتدي من وين؟ نبتدي من الحدث، توكل على الله. الحدث اليوم طبعا انتهت فترة الأحداث اللي جت في الأسبوع الماضي، وهي المخصصة لدبل إكس بي ودبل أموال، أسبوع كامل وإحنا ما شاء الله نحصد من النقاط في الخبرة اللي هي الإكس بي، ونحصد ما شاء الله من الأموال. اللي كان حاب يتزود بالأموال استفاد، واللي كان حاب يتزود بالإكس بي كذلك استفاد. يعني الحدث فقط عندك ترخيص التوسعة، ترخيص التوسعة إذا ما حصلت عليه، إذا أنت عندك لفة واحدة أساسا غير مشترك في الفارم باس أو ما شريت الفارم باس راح تأخذ لفة واحدة، لفة واحدة إذا أنت محظوظ يعني بشكل 99% ممكن تحصل عليه، يمكن 1% ما راح تحصل عليه. على العموم خلونا نروح نشوف. بإمكانك تدور العجلة الحظ بالدفع، يعني تدفع ماسات كل مرة علشان تحاول حتى تصل إلى ترخيص التوسعة. خلاص التدوير فقط، ما عندنا غير التدوير وبنشوف. أنا عارف عندي تدويرتين، يمكن أحصل يمكن ما أحصل، علما أني غير مهتم، أتمنى أحصل على النجمة كل مرة ويكررونها لنا علشان نحصل على أموال، علما أني الحمد لله الوضع تمام عندي ماديا أو ماليا في المزرعة. يلا نتوكل على الله ونشوف إيش عندنا الآن. أوف أوف، حظ 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 جميل، تتوقعون الحدث طبقناه اليوم في الحظ المتفق، يعني ما شاء الله حظ حظ جدا قوي وجدا جميل، ما شاء الله، قولوا ما شاء الله. راح نحصل على ترخيص التوسعة، يا سلام يا سلام. والله أنا كنت متمني، يعني طبعا مستبعد أني أحصل على ترخيص التوسعة، يعني قلت راح أحصل على الأموال على النجمة، وكل مرة أكرر دائما أحصل على أموال، لكن اليوم الحظ جدا حلو. أتمنى أحصل على قطعة اللغز عشان يصير عندي 3 قطع لغز، وبقول لكم طبعا القطع اللي عندي، قطعتين لغز حصلت عليهم من قطع المبادلة اللي بعد ما قفل موسم الوادي، رحت أخذت كل اللي أخذته قطع لغز بقطع المبادلة، لأنه يعني وش أستفيد من بعض الجوائز. أوكي دور دور يا رب قطعة اللغز يا رب، يا لا 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 لا، الحين باقي لي واحدة، لا والله ما باقي لي واحدة، خلاص خسرنا الكثير علشان نحصل على قطعة اللغز وما في فائدة. نبتدي من القارب، خلونا اليوم نغير، نبتدي من طلبات السيارة. يلا قول طلبات السيارة، توكل على الله. طبعا في عندنا اكس بي 1400، عندنا 1000، عندنا 1800، عندنا 900 1800 900، كلهم ما شاء الله. الاكس بي في طلبات السيارة هذه اتحدوا على انهم يكونون ارقام عالية، وهذا شيء حلو، يعني لو حسبناها نقول 3000 يعني 9000، اوف 9000 ما شاء الله، يعني 9000 من طلبات السيارة هذه. خلوني اوريكم في حاجة مهمة عندي، وان الاكس بي حاليا باقي لي 100000، خلونا نكمل بقية ونحصل على 9000 نقطة، ولسه باقي عندنا كذلك نقاط الاكس بي اللي راح نحصل عليهم عن طريق القارب وفي البلدة. يعني البلدة انا مجهزهم
وكلهم معطيهم طلباتهم منتظرين فقط نستلم من عندهم الأموال ونستلم من عندهم نقاط الخبرة ونقول لهم يلا مع السلامة، أو اللي يبغى من عندهم يروح إلى مبنى آخر. خلينا أمشي، يلا يلا مشي طلبات. يلا كم الآن باقي عندنا؟ باقي عندنا 4 طلبات راح نخلصهم إن شاء الله بإذن الله، وننتقل إلى القارب أو ننتقل إلى البلدة. البلدة ما أدري والله، إن شاء الله البلدة ما نتورط، علما أن ما عندي طلبات في البلدة كثير. عندي يعني في المنتجع 3 طلبات، عندي متجر الهدايا طلبين، الرمان، وعندي مقهى الشاطئ طلبين، ودار السينما، يعني حتى البقالة ما فيه، يعني البقالة مليانة فل. ناخذ رمان، يلا شوفوا كيف الاكس بي. هذا الاكس بي اللي تكلمنا عنه ذاك اليوم في موضوع الاكس بي اللي نقدر نحصل عليه عن طريق الاشجار. هذه تبغى رمان من عندي، يلا راح اعطيها رمان، بس ان شاء الله ما يكون كثير. وينها؟ تعالي تعالي، ايوه 7 رمانات بتعطيني 656. اوكي اجل اليكي ما طلبتي، توكل على الله افرحي. عندنا طلب 1800. حلو 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 والله. شوفوا طلبات السيارة هذه اللي مرت علينا تقريبا تتجاوز 10,000 نقطة بالإكس بي. الآن شوفوا مشيت طلب 1800 وجاني طلب 766، يعني كم بيطلع؟ بيطلع تقريبا 2500 الحالة في 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 مربع واحد. مرتين نرسله 2500. ففي السيارة فيها شغل حلو، فيها فائدة في الإكس بي. الآن كل الطلبات هذه راح نحتاج بعدين نجهز لهم طلباتهم ويعني نمشيهم. أنا أشوف هذه السيارة جت والله مستعجل. أوكي خلص انتهينا من طلبات السيارة، والآن ما عندنا شيء. الآن راح ننتقل إن شاء الله معاكم الى البلدة، والبلدة فيها شغل. لكن خلونا قبل ما نروح للبلدة الوادي نشقر على الديربي. خلونا نشقر على الديربي. طبعا انا ما اشتركت المرة هذه في الديربي، عندي ظروف. والافضل اللي عنده ظروف ما هو متحمس للديربي، قد يكون الظروف تحول بينه وبين انهاء المهام يعني باسرع وقت ممكن، ما يكون عنده حماس كبير بسبب الانشغالات، الافضل ينسحب. فانا كان عندي ظرف انسحبت واعتذرت، طبعا ارسلت لاصحابنا في الحي قلت ما اقدر اشارك واعذروني المرة هذه. اوكي اصحابنا نقول ما شاء الله عليهم ومبروك عليهم، والان توقف مؤقت، وهذا شيء جميل بانهم حصلوا على المركز الاول، نقول مبروك لكم وان شاء الله دائما في الطليعة أصحابنا. خلونا نروح نشوف كذلك القارب. القارب عندنا بيتزا فروتي دي ماري، 3 صناديق كل صندوق 400، وعندنا شاي الليمون أو بالليمون 240 إكس بي، وعندنا فاكهة سلطة الفاكهة 279. راح نقفل صناديق القارب. هذا القارب هذا طبعا ما في قطعة لغز، يعني كويس لا بأس فيه. الإكس بي اللي موجود يعني ممكن تجاوز 2000 من هذا القارب إكس بي، وهذا شيء حلو. زائدا 500، يعني نقول 2500 مع طلبات السيارة اللي مرت علينا. فمثل ما نشوف يعني اليوم في إكس بي حلو. فارم باس ما عندنا، مثل ما قلت لكم الوادي مقفل ما عندنا شيء. الأمور كلها حلوة. في بعض المتابعين قالوا نبغى نشوف البطاقة التعريفية. عندي طبعا أصدقاء، والبطاقة التعريفية إن شاء الله بعض أصدقائنا الجدد اللي راح يجونا. خلونا نروح الآن إلى البلدة قبل ما ياخذنا الوقت. يا سلام على البلدة، نشوف أبغى حسابات. أوكي جابر يعطيك العافية، شكرا لك. والآن جاء القطار. طبعا القطار ما في أحد حنا قايلين له همش. بسم الله، 1 2 3 4، وهذا 5، وهذا 6. خلونا نشوف الصندوق هذا. أوكي خلصناهم 6 في استراحة النوم. أوكي في مقهى الشاطئ،
ونجي إلى استراحة النوم والإفطار، 1 2 يلا خلصونا، 3 4 5 الميكانيكي، 6 خلصنا 6. فلا تقولون ليش المبنى فاضي، لأن 6 استلمنا من عندهم إكس بي واستلمنا من عندهم الأموال. نجي للمطعم، 1 2 3 4 ما غشينا، 5 يا سلام، 6 موجودة داخل المبنى، أو والله مشينا 6 ما ندري، أنا كأني أحس أني كانوا في 6 وهذه 7، لكن معلش إلى الآن نجاح. أوكي، 1 2 3 4 5 خلاص نجاح، 6 يا سلام. البقالة اليوم مقفلة ما تستقبل أحد، شوفوا البقالة كاملة. النجاح كم إلى الآن؟ 4 مباني، يعني النجاح 75%، باقي لنا 3 مباني، 1 2 طبعا هذه دار السينما، 3 4 5 وهذا 6. اوكي، متجر الهدايا، 1 2 3 4 اوكي خلاص، يعني معناها 6. اوكي نجاح اليوم الان 99% وفاصلة 50، 1 2 3 هذا المنتجع، اوكي 3 3 3 موجودين، 3 راحوا. اليوم ما في عندنا ولا طلب فيه نقص، كل الطلبات اليوم اللي موجودين طلباتهم مكتملة، واللي طلعوا خلصونا من شغلتهم. الفائدة الآن فيه كثير من الزوار، احنا فقط نروح نعمل لهم ادخال في المباني الاخرى اللي هم يرغبون فيها قبل ما يغادرون. خلونا نشوف ايش ناخذ، بعض الجوائز اللي موجودة من زوار المحمية، وعندنا قطعتين لغز، يا رب ان شاء الله اليوم يكون في شيء جديد. لسه مطولين، خلاص كلهم راحوا عند ربلة الفيل الرمادي، ما ادري يعني الى متى راح نفتح شيء جديد. نتأمل ان شاء الله نفتح شيء جديد يوم من الايام، وراح نداوم على الموضوع هذا. خلونا شوية نحرك مساكن الفيلة، وعندنا هنا فرس النهر، مسكن فرس النهر، وهنا الزرافة، يعني يبغالنا شوي نشتغل في البلدة أو المحمية، ونرتب فيها ونضبط فيها، نحط فيها بعض الأشياء الجميلة، يعني تغيير كتغيير إن شاء الله بإذن الله راح نعمله ونرتب فيه. يعني كم عندنا؟ 21 بيت العصفور هذا، وبعد وش عندنا بعد؟ طبعا تنتبه وانت تحاول انك تاخذ، تنتبه في اشياء ترى بالماسات يا جماعة، اللي بالماسات والله جدا غالية. خلونا نحط من هذه الاشياء في المكان هذا الجميل، طبعا هذه اشياء حلوة ودك يعني تجمل فيها. شوفوا هذه بدون ماسة، اللي جنبه ماسات بثلاثين ماسة القطعة الواحدة، يعني شيء كبير. ودك انك تنتبه للامور اللي مثل هذه، هل يعقل؟ شوفوا التجميلة هذه، اليوم نحاول نجمل معاكم المحمية. اوف والله حلوة جميلة، هذه جميلة، هذه كأنها قايصة في بحر متجمد، راح والله احطها هنا، انا بالنسبة لي راح احطها هنا كذا، كأنها يعني متوقفة في بحر متجمد. الكعكة هذه راح نحطها هنا، يعني شوية تجميلات للمحمية عندنا. يعني اليوم صار في عندنا بعض الترتيبات، بعض الشغلات اللي نقوم فيها داخل المحمية ممكن نزينها، تزيين اللي أنا زينته مش ولا بد، ولكن أفضل من لا شيء. متابعينا الكرام،
الآن نروح إلى البحيرة. من زمان ما مرينا البحيرة، من زمان ما عرفنا في البحيرة في أشياء موجودة عندنا. طبعا في البحيرة عندنا الصينية سرطان البحر، طبعا هذه تقدر تعملها ترقية اللي عندي أنا فل. وعندنا آلة صناعة الشباك كذلك عندي فل الآن، نقدر نوسع فيها نعطيها ماكس. وعندنا صالون البط. أوكي نجي على العدة أو صندوق العدة بما يسمى. صندوق العدة تقدر تعمل له توسعة بين فترة وفترة. اللي عندي 55 قطعة، واللي موجود الآن إلى الآن طبعا كلها شباك، سنارات، فخ سرطان البحر، فخ البط، هذه كلها اللي موجودة صندوق العدة. بإمكانك توسع بزيادة التوسعة، طبعا راح ياخذ عليك مسمار وبرغي ورف خشبي يتطلب من عندك للتطوير. احنا ما راح نطوره حاليا، ما احتاج الى التطوير. وعندنا طاولة الطعوم وهي اللي يتم فيها انتاج او مثل ما نقول تصنيع الطعوم. نجي للمبنى الكبير اللي موجود في البحيرة، هذا المبنى الرئيسي. في اشياء ودنا نشوفها معاكم، وهي ان في كتالوج او في صور للاسماك اللي انت عادة اصطدتها، نحاسية، فضية، ذهبية، اتوقع بلاتينية او كذا. فهنا سمكة حصان البحر نحاسية، سمكة الروشن باقي علينا واحدة ما جبناها، اتوقع نحتاج نصطادها عن طريق الطعوم الملونة. قد يكون الشيء هذا، قد يكون اكبر صيد. طبعا يبين لك اكبر صيد لسمكة حصان البحر النحاسية 4 أرطال فاصلة 522، وسمكة الروشن اكبر سمكة اصطدناها 3 أرطال فاصلة 877. ونجي طبعا راح تفتح معانا اشياء، وهذا اللي انا اليوم جينا للبحيرة نقضي وقت فيه معاكم طالما ما عندنا وادي، انه راح نشوف الان في سمكة سلمون كوهو راح تفتح معانا. يعني هذه واحدة من الانجازات، واتوقع هي المستوى الذهبي. طبعا اكبر اكبر حجم اصطدناه 4 رطل فاصلة 692. نضغط عليها، طبعا يبين لك الطعوم اللي تقدر تصطاد فيها الاسماك هذه. هذه السمكة تصطاد بهذا الطعوم، فلابد نعرف ايش الطعوم اللي نصطاد. يعني عندنا نقص هنا اثنين، لازم طعوم الخضرة والطعوم هذا تقريبا الزهر. هي هذا الموضوع، انا لازم استخدم بعض الطعوم لفتح الاسماك اللي ما زالت ما فتحت معاي. عندنا اشياء مقفلة ما زالت نحتاج الطعوم الملونة عن طريق القسائم، نصرف القسائم شوي على الطعوم حتى نستفيد. عندنا سمكة هنا جاهزة، فاتحنا انجاز سمكة باس كبيرة الفم. اوكي ثلاث ماسات. شوفوا تقدر تحصل على الماسات عن طريق صيد الاسماك. وعندنا سمكة صنفش الخضراء، وهذا انتاج الى الان حصلنا على 3 انجازات، وحصلنا فيها على 9 من الماسات. سمكة باس المخططة، سمكة لونجير، اسماك جدا جميلة وجدا حلوة. فقط نحتاج احنا نفعل او نصنع الطعوم الملونة وراح تجينا اسماك ان شاء الله بإذن الله. شوفوا كثير من الاسماك مقفلة احتاج. هذه سمكة بيرش كذلك مفتوحة الان كانجاز، الانجاز الذهبي. الى الان حصلنا على 12 من الماسات فقط عن طريق الاسماك. ومثل ما قلت لكم هذا المكان هو المهم بانك تصطاد اسماك ملونة واسماك مختلفة غير المعتاد. عادة انا دائما اشتغل بالطعوم العادية، لكن لابد ان نشتغل بهذا الطعم، الطعم الاخضر، الطعم الاصفر، والطعم البنفسجي، والطعم الازرق. وهذه عادة نحصلها وين؟ نحصلها في القسائم. القسائم تجيب لنا جميع الطعوم هذه. القسائم الموجودة عندنا، عندنا الازرق وعندنا الاخضر وعندنا البنفسجي وعندنا
الجولد الذهبي. طبعا هذا قسيمة الكتاكيت هذه تختلف، تعتبر من القسائم النادرة. وجينا على نهاية جولتنا اليوم في مزرعتنا، مزرعة هايديت، من إن شاء الله الجولة هذه راح تعجبكم متابعينا الكرام. دعمكم ما نستغني عنه باللايك والاشتراك الغير مشتركين، كذلك لا تنسون تتركون تعليقاتكم الحلوة والمتميزة دائما. الآن استودعكم الله ومع السلامة.